هاي بوب مارلي هو مغني، كاتب أغاني، مؤلف موسيقى وعازف جيتار من جامايكا، عرف شهرة عالمية. اسمه الكامل نستا روبرت مارلي، ولكن أحد المسؤولين بقسم الهجرة بجامايكا اقترح على أمه تغيير، لأنه كان نستا أقرب ليكون اسم بنت، فقلبت له الأسماء وصار روبرت نستا مارلي. أسس مارلي مع مجموعة من الموسيقيين فرقة The Wailers يلي عرفت نجاحات كتيرة، وبعد انفصال الفرقة بسنة 1974 استمر مارلي بالغناء وضل يوقع عماله باسم بوب مارلي and The Wailers، وهي 11 ألبوم، 4 من حفلات و7 داخل الاستوديو. قبل موته قال مارلي لابنه زيجي إنه المصاري ما بتقدر تشتري حياة. مين قال إنه مارلي باع خلال 20 سنة الماضية أكثر من 70 مليون ألبوم؟ أنا قال. أشوفكم بكره.